بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سواح أبو بودي من مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم في حلقة جديدة عن شريك الحياة من ضمن دوائر شريك الحياة بعنوان كيف تجدي شريك حياتك. الموضوع ده بيجي لنا فيه استفسارات كتير وأسئلة وناس كتير بتتواصل معنا بخلاله، ولذلك دايما من وقت لآخر بنحب نطور فيه، بنحب نعمل تجارب، بنحب نعمل متابعات للناس اللي هي حصلت على كورس جذب شريك الحياة وتأمل الروح في 21 يوم. فعلى طول بيجينا أسئلة وبنحتك بناس في الموضوع ده، فبالتالي من وقت لآخر بحب أعمل توضيح حلقة على اليوتيوب بحيث الكل يسمعها. كل شخص فينا بيمر بتجارب كتيرة جدا، تفشل او تكتمل ثم تفشل او تكون مهزوزة حتى لو اكتملت. المهم ان كل ده بيكون سبب ان الانسان او الشخص يفقد ثقته في نفسه، وكمان بيفقدها في من حوله، ما بيبقاش في ثقة بالاخص عند النساء. يعني يمكن الحلقة دي تكون افيد اكتر لكل ست بتسمعني، لاني بالنسبة للرجال الموضوع ده بيكون بسيط وضعيف عندهم يعني، لكن عند الست منتشر جدا جدا جدا. بينكم يا معشر النساء بيجيلي استفسارات تواصل من ناس كتير جدا، يا سواح في كذا وكذا وكذا، يا سواح في كذا وكذا، ولاقي كلام كتير برغم ان احنا اتكلمنا في كل ده. في كتير منكم فقدوا الثقة في نفسهم وفي كل اللي حواليهم، في كتير منكم عنده نقطة شريك الحياة فيها كتير موروث فكري مدمر باعد بينه وبين شريك حياته. في معلومة لازم قبل ما نتكلم كده تكوني عارفاها: الله الذي خلقك وخلقني وخلق الجميع، الله الخالق حينما خلق النفس خلق منها زوجها. نركز تاني: الله حينما خلق النفس خلق منها زوجها. طيب نفهم ايه من ده؟ نفهم ان كل نفس مخلوقة الان، زوجها مخلوق منها برضو الان، موجود الان. يعني انت اللي بتسمعيني، يلي عندك موروث فكري مدمر، يلي فقدت الثقة في من حولك، يلي لسه ما حصلش تجلي لشريك حياتك. طبعا بقول تجلي مش جذب عشان هفرق واوضح الفرق بينهم. يلي لسه ما حصلش تجلي لشريك حياتك، ايوه هو موجود الان. ممكن يكون قريب منك، ممكن يكون بعيد، ممكن يكون في دولتك في دولة اخرى، بيشغال دلوقتي، نايم، بياكل، بيشرب، في الحمام، في الشارع، هو موجود الان. بيعمل ايه بقى؟ الله اعلم. لما تقابليه بسأليه يعني. تمام. طيب لازم تكوني مؤمنة بده زي ايمانك بربنا. انت مؤمنة بوجود الله، يبقى لازم تكوني مؤمنة بوجود شريك حياتك، الزوج المخلوق من نفسك، من النفس. طيب ليه هو ما بيظهرش في حياتي وبيتأخر؟ ممكن يظهر عند فلانة وفلانة اخرى لا، يظهر عند واحدة والتانية لا، ليه؟ ده كله بسبب الدائرة الفكرية المحيطة بيك، بسبب الموروثات، بسبب البرمجة. ايه برمجتك؟ لو انا اعرف دلوقتي اللي تسمعيني مهما كان انت مين، اعرف ايه برمجتك اقولك هو ليه ظهر او ليه ما ظهرش. يعني برمجتك لو انت خلاص ليكي شريك حياة ومعاكي، من برمجتك اقولك ظهر لك ليه، ولو هو مش موجود اقولك ما ظهر لكيش ليه. من برمجتك، البرمجة دي اللي هتخلي شريك حياتك يتجلى في حياتك ويظهر على طول، اللي هتخليه ما يظهرش. بيجي لي واحدة ممكن تقولي انا حصل كذا وارتبطت بواحد والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، ما شاء الله يعني كان عندها مدرسة، تمام، ومفيش حاجة كملت. اقولها ده الفرق ما بين الجذب والتجلي اللي انا ذكرته في الاول. يعني ايه ان انا يحصل تجلي لشريك حياتي في حياتي، ويعني ان انا اجذبه؟ الجذب هو ان انا اجذب الشيء، ف
فيظهر لي في احلامي، في حياتي، يظهر، ممكن يظهر عند صديقتي، يظهر عند جارتي، يظهر عند اي حد. يعني ممكن اكون بحلم بزوج معين فيظهر لصديقتي، الاقي صديقتي اتخطبت ليه، او اللي يظهر في حياتي وبعد كده اختفى فجأة، او اللي يظهر في حياتي لكن الامور معقدة، او اللي يظهر في حياتي لكن مش بيكمل، الموضوع بيفشل، او اللي يظهر عند اختي، او اللي يظهر عند بنت عمي، بنت خالتي، في اي مكان. هو المهم ان هو يظهر في محيطي، مش ده محيطي يبقى لازم تظهر فيه، يبقى ده هو كده الجذب نجح. طيب الفرق ما بين الجذب والتجلي، التجلي هو اتمام النعمة، دايما بنادي نقول اللهم اتمم علينا نعمتك، ده المقصود بالتجلي، انه مش بس يظهر في محيطي، لا يظهر في محيطي بشكل خاص لي، يعني باختصاصي انا، وفي نفس الوقت يكتمل المشروع. هو ده التجلي، التجلي هو ظهوره ومعيشته ووجوده في كياني، في دائرتي. طيب كل واحدة فيكم اللي سألتني كتير، او اللي بتتواصل، او اللي بتكتب تعليقات على الفيديو في موضوع شريك الحياة، اقولها تاني: الله حينما خلق النفس خلق منها زوجها. انت لو عندك دلوقتي 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 120 سنة، انا بقول لك عندك 180 سنة، لا انا بقول لك شريك حياتك موجود، ده وعد ربنا وده قانون ربنا في الارض. خلق النفس وخلق منها زوجها. طيب عدم ظهوره ليكي وعدم تجليه في حياتك ده سببه انت. راجعي كده، هاتي نفسك كده بدفتر وانت صغيره كده لحد ما كبرتي، شوفي ايه اللي مررتي بيه، شوفي ايه معتقداتك، هتلاقي السر وهيتجلى ليكي ويوضح لك كده ايوه ده السبب اللي خلى شريك حياتك ما ظهرش في حياتك الان. سيبك بقى من النقطه، ده معمول سحر، معمول مش عارف، اصل بيجي لي ناس كتير كده يعني، فانا حبيت برضه اذكر النقطه دي. ده انا مش عارف مين حسدتني، ده مش عارف مين كذا، ده احنا عندنا حاجه غريبه، ده احنا عندنا، ده احنا عندنا. لا، السبب ده كله برمجتك. طيب في كورس جذب شريك الحياه في 21 يوم، احنا اصلا شغلنا كله على البرمجه. على فكره هو اخطر كورس موجود في المؤسسه، جذب شريك الحياه وتوأم الروح والتجلي. في فرق ما بين شريك الحياه وبين توأم الروح. شريك الحياه زوجك هو شريك حياتك، يعني اي شخص معاكي، يعني زوجك ده ممكن ما يكونش في توافق، ما فيش وفاق بينكم، ما فيش محبه، هو زوجك خلاص اصبح شريك لحياتك، عايش معاكي اصبح شريك لحياتك، موجود معاكي الان اهو، هو اصبح شريك لحياتك. فلما بتعملي جذب لشريك الحياه بيجي لك، ده بيجي لك. ممكن واحد يبقى مش طايقك وانت مش طايقه، المهم اتجوزته بقى لغلطه لكذا لاي حاجه، يعني المهم ان هو موجود معاك. فما ترتاحوش، تتعبوا، تتخنقوا، تتبهدلوا، هو ده شريك الحياه. ممكن يكون كويس برضه، لكن توأم الروح هو الشخص اللي هتحسي ان هو انت، وان انت هو الشخص اللي فيه بينكم تناسق، اللي انتوا بتكملوا بعض، مش هو انت وانت هو، ان انتوا نفس الطباع ونفس كذا، لا 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 لا، يعني انتم الاثنين زي النصفين كده المتشابك، يعني مفيش بينكم مشاحنات، مفيش مفيش مفيش، مرتاحين، حياتكم ماشيه، في يسر، في بركه، في سعه، في 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 في، هذا هو توأم الروح اللي فيه ارتباط روحي بينك وبينه، مش ارتباط جسدي، ومش ارتباط عقلي، ومش ارتباط مصلحة، ده ارتباط روحي أسمى العلاقات. تمام، ده توأم الروح. فاحنا في الكورس ده بقول أخطر كورس عشان كده، لأنه كورس شامل حاجات كتير جدا، شامل التخاطر، شامل الجذب، شامل التجلي، شامل تمرينات قوية جدا 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 عشان ان هو يتجلى. طبعا فترة التمرين هي 21 يوم فقط، ده بالنسبة للكورس اللي موجود في مؤسسة النظام الطاقي، تقدر تحصلي عليه من خلال الرقم، هو ممكن يكون غالي شويه او ما اعرفش سعره كام بالظبط دلوقتي في الفتره اللي انت بتسمعي فيها الفيديو او ناوي تحصل عليه، من خلال الرقم اللي هو اخره 5، تواصل عبر واتساب الرقم اللي هو 002010211222085 اللي هو عليه دلوقتي الماوس ده. تمام، ده بالنسبه للكورس. في الفيديو ده وضحت زي ما قلت الفرق ما بين التجلي والجذب، وضحت الفرق ما بين شريك الحياة وتوأم الروح، ووضحت كمان زي ما قلت ان مفيش حاجة اسمها بقى ده بسبب السحر، بسبب الحسد، بسبب بسبب بسبب، لا، هو كل نفس خلق منها زوجها، ولكن بسبب البرمجة بيظهر او بيختفي. يعني ممكن تلاقي واحدة تقولي ايه ده، طب ممكن يكون ربنا معاقبني،
شويه تقولي لنفسك طب فلانه دي بتعمل ذنوب وانا عارفه ده صاحبتي واتجوزت جوازه كويسه وجالها واحد كويس المنتقد البرمجه الموروث هو ده السر. ننظف كل ده ونعمل اعاده تاهيل للبرمجه، كل حاجه بتتعدل لوحدها. اي سؤال تاني، اي اسئله توصلني عن موضوع جذب شريك الحياه هجاوب عليه. طيب يتبقى السؤال باختصار كده يا سواح، باختصار كده وضح لي كيف اجد شريك حياتي. طيب باختصار شديد جدا، شريك الحياه هيظهر ويتجلى في حياتك بالتنقية، بإعادة التأهيل، بترتيب البرمجة من أول وجديد، ننظف كل المعتقدات اللي فاتت. طبعا مش هقول برامج أو خطوات لأني كل واحدة بتسمعني غير الأخرى غير، لكن اللي أنا أقوله باختصار كده، اعملي إعادة تشغيل لبرمجتك، إعادة تأهيل لموروثاتك الفكرية اللي عندك، إعادة تأهيل لكل شيء مررت بيه في حياتك، وامحي كل شيء سلبي، والغي كل الأمثلة السلبية في الزواج اللي ظهرت في حياتك من وانت صغيرة وانت كبيرة، حتى لو كان والدك ووالدتك، غيري كل ده واهدي وامنعي التعلق واعملي تحرر، هتلاقيه ظهر في حياتك. تمام. طبعا الناس اللي بتسمعني اللي محصلتش على الكورس هتقدر تنفذ ده، بس يعني ممكن تكون بالمعلومات العامه اللي عندها. الناس اللي حصلت على الكورس هتفهم ده، لان في جلسه خاصه في الكورس عن التحرر بشكل مميز ومختلف لاول مره، جلسه خاصه عن التخاطر بشكل مختلف ومميز لاول مره برضو، وكورس كامل للجذب والتجلي لتوأم الروح وشريك الحياه في 21 يوم. اي اسئله هعمل لها حلقه ان شاء الله وقت بعد كده، ممكن اجمع اسئله الشهر او الفتره اللي جايه، وبعد كده بعمل لهم فيديو مع بعضهم. شكرا ليكم، نلتقي على خير في حلقة جديدة قريبا جدا جدا جدا. كان معاكم سواح أبو بودي من مؤسسة النظام الطاقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، اضغط اشتراك. ما تنسوش كمان تبعتوا كلمة اشتراك في رسالة على الواتساب عشان يوصل لكم كل فيديو بننشره على الرقم اللي هو آخره 5 اللي ظهر على الشاشة الآن.